استقبل شاطئ السويس خلال أيام عيد الأضحى آلاف المصطافين من مختلف محافظات مصر. يأتي هذا نظرا لقرب مدينة السويس من القاهرة الكبرى والدلتا، كما أن رسم دخول شاطئ السويس بمنطقة الكورنيش الجديد 5 جنيهات فقط، مما يؤدي لارتفاع نسبة الإقبال على الشاطئ طوال فترة الصيف. استقبل شاطئ السويس خلال أيام عيد الأضحى آلاف المصطافين من مختلف محافظات مصر، نظرا لقرب مدينة السويس من أغلب المحافظات خاصة القاهرة الكبرى والدلتا. جاي النهاردة رابع يوم العيد، استمتع بالأجازة في شاطئ السويس. جاي صيف هنا في شاطئ السويس، الموضوع كلفني كله شماسي 60 جنيه ودخول 5 جنيه، كل حاجة تمام. سعيد بمدينة السويس وناس كويسين ومقابلتهم كويسة بجد يعني، وشاطئ جميل، وأول مرة أشوف